شاهك الراجل درق وجهه ايامات، وفي ليله من الليالي يرجع تخلي المخزن تاع دارو في فقيت هانتي خلى المخزن تاع دارو، شال جره كبيره لبسها جبه وغطى لها راسها بولايا، وجا هز هكا ملحفه وغطاها بها. صبح الصباح وربنا الفتاح اللي يصلي على النبي يربح عليه الصلاه والسلام. هيك الراجل جا لمرته وقال لها: يا مرتي راك خفيت لك بخاطرك، راك شفت لك امراه راهي عاقله عاقله، وحتى من كلامها قليل، هي تو مسكنا تعرف السفر، ما تقلقهاش خليها ترقد، وهي تو كيف نجي اليوم من الخدمه نعرفكم ببعضكم، وكتقعد انت في بيتك وهي في بيتها، بين ليله عندك وليله عندها. هيك الراجل شيخدر رجع يلقى مريته قاعده على العتبه تبكي وتمخط: يا مرا شبيك؟ يا مرا شطار؟ قالت له: منين باش يجي الخير وهيكي مرتك اللي قلت لي عاقله وحديثها قليل، ضربتني وهانتني وقطعت لي شعري، وكان مش الجيران فكوني منها راني كليت تطريحه تلبشت القبور، وانا هاني تو باش نقلك يا انا يا هي. ما كانش دار بابا محلوله، كلبها مازال ينبح، اش قعدني انا للهانة والذل؟ قال لها: تمشي لدار بوك بعد العمر هذا، عظم فمي بالله لا تخرجها، انت نوريك فيها. هزلت الظلاط ومشيها للبيت، وهي قالت اياه فيها ان شاء الله يدقدقها بطريحه، ان شاء الله نشوف دمها سويقي، ان شاء الله ما تزيد نهار فيها الدار، ان شاء الله يجيني خبرها. هيك الراجل دخل البيت، شد الحبيبه الظلاط وضرب الجره، قسمت جيت الظروف. يا فضيحتها طلعت كذابه، قال لها: يا مرتي ايت هنيتها او كربيتها؟ قالت له: يا راجلي اعذرني راهي الضره مره، لو كان تكون جره انتوما يا نساء الله لا تجعل لكم ضره، لو كان كانت جره انتوما يا رجال ناس بكري وخليوا لكم امانه عندي. قالوا لكم: بشر اللي ياخذني بالهم والبيت تردي. واللي جي بعدها